بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الـ Future Verb Forms أو أشكال الفعل في المستقبل، أو إزاي أعبر عن الـ Future عن المستقبل. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طبعا القاعدة بتاعتنا The Future Verb Forms. The Future Verb Forms ممكن أعبر ب will plus infinitive، يعني will والمصدر. ممكن أعبر ب am is are going to plus infinitive. ممكن أعبر ب present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر. ممكن أعبر بزمن present simple اللي هو زمن المضارع البسيط، ونتناول كل واحدة من دول بالتفصيل. ممكن نتكلم عن will plus infinitive. تعال نفهم كده قاعدة will من الاكزامبلز، الأمثلة اللي معانا. Number one، I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. أعتقد إن الجو هيمطر غدا. طبعا ده prediction، تنبؤ. هل في دليل بيدل إن طبعا في مطر غدا؟ لا، هو تنبؤ فقط، زي ما نشرة الفوركاست اللي هي الأخبار بتقول لنا في أمطار، ممكن نتلاقى المطر وممكن ما نلقهوش. Number two، if you get high marks، لو أنت جبت أعلى الدرجات، I will buy you a mobile، هشتري لك هدية. I will buy you يعني هجيب لك هدية أو هشتري لك موبايل تليفون. طبعا ده بنسميه promise يعني وعد. If you، لو أنا عايزة أوعد شخص بشيء بنستخدم will. If you do this again، لو انت عملت كده مرة تانية، I will tell your father، هخبر والدك. طبعا ده بنسميه threat يعني تهديد. threat يعني ايه؟ تهديد، يعني ما احب اهدد شخص بستخدم will. I will punish you، هعاقبك. If you don't do your homework، لو انت ما عملتش الهومورك بتاعك، I will punish you، هتتعاقب. فطبعا برضو في threat تهديد. There is no sugar، I will buy some. There is no sugar يعني لا يوجد سكر، I will buy some، هشتري بعض. طبعا ده quick decision، أنا دخلت ما لقيتش عندي سكر فقررت في الحال will buy some. My brother will be 30 next year. My brother will be 30 next year. أخويا هيبقى عنده 30 سنة العام القادم. طبعا دي بنسميها fact ما نقدرش نغيرها. Number six، will you carry the bag please؟ طبعا لما بطلب حد شخص يعمل لي شيء بستخدم will، بنسميه request يعني طلب. Will you carry the bag please؟ I will help you do the homework. I will help you، هساعدك تعمل واجبك. طبعا هنا بنسميه offer. I will carry the bag for you، هشتلك الشنطة. طبعا دي برضو بنسميها offer. Number eight، watch out or you will fall. Watch out or you will fall يعني خلي بالك لا هتقع. طبعا هنا بنسميه warning، تحذير. والتحذير بيتميز بوجود كلمة or. or يعني لو شلت or ممكن اقول watch out you are going to fall، يعني انت على وشك ان انت تقع، لكن هنا or بيحذره. watch out or you will fall. I expect they will arrive back in the morning. I expect يعني بتوقع، they will arrive back ان هم يعودوا مرة تانية، in the morning في الصباح. Before Rana leaves، طبعا الكونكتورز الروابط زي before او after او until او by the time، اي رابط زمني بيجي وراء present symbol يبقى الجملة التانية تبقى ايه؟ future will. Before Rana leaves the office she will send some emails. طبعا قاعدة will بتتكون زي ما احنا شايفين will plus infinitive، will send will be طبعا الانفينيتيف، او ابوستروف دبل ال يبقى will اختصارها ابوستروف دبل ال، والاثنين بيجي معهم الانفينيتيف اللي هو مصدر الفعل ومعناها سوف. النيجاتيف النفي منها will not او won't. طبعا won't عندنا بتتنطق زي كلمة won't يريد، ولكن won't هنا w o n apostrophe t، يبقى الفورم will plus infinitive أو apostrophe double L plus infinitive. النيجاتيف النفي منها will not أو won't. usage of will يعني استخدامات will. طبعا number one prediction، قلنا اللي هو التنبؤ. predictions تنبؤ without any evidence، بدون دليل. number two ممكن أقول promise اللي هو الوعد، زي ما شفناه في الاكزامبلز الأمثلة.
threat اللي هو التهديد. quick decision يعني قرار سريع. number 5 future facts يعني الحقائق. number 6 offers offer اللي هو العرض. number 7 request اللي هو الطلب. number 8 رقم 8 عندنا warning لما اعمل تحذير، وقلنا الwarning بيتميز بكلمة or. في عندنا verbs and expressions يعني افعال وتعبيرات بيجي معاها will، لما بشوفها بعرف ان هي will. زي مثلا اما اقول I expect هيجي معاها will. I think I believe I suppose I hope I wonder I assume assume يعني يدعي. I am sure يعني انا متأكد، يبقى I expect اتوقع. I think اعتقد. I believe يعني يؤمن او يصدق. I suppose يعني يفترض. I hope يعني يأمل او يتمنى. I wonder يعني يتعجب. I assume يدعي. I am sure أنا متأكد. I am not sure أنا غير متأكد. maybe يعني ربما. perhaps برضو معناها ربما. probably معناها ربما. possibly يعني من الممكن. certainly بالتأكيد. طبعا لو شفت واحدة من دول في الجملة بنعرف إن هي will. with time connectives يعني الروابط الزمنية. with time connectives زي إيه عندنا كده؟ عندنا after، عندنا as soon as، عندنا the moment، عندنا before، عندنا by the time، عندنا when. وايه كمان قال لنا؟ كل دول بيجوا معاهم present simple، وممكن ما يكونش عندنا present simple يكون عندنا present perfect. والجمله الثانيه تبقى الفاعل و will plus infinitive. يبقى الروابط زي after، as soon as، the moment، before، by the time، when. كل الروابط دي بيجي معاها مين؟ بيجي معاها المضارع التام أو المضارع البسيط، والجملة التانية بتبقى will. وطبعا أي رابط زمني لا يتبع بمستقبل مباشرة، ولكن المستقبل عندنا بيبقى الجملة التانية. وممكن برضو عندنا till وانتل، till وانتل، ولكن till وانتل دايما بتيجي في المنتصف، بيجي قبلها المستقبل المنفي أو أمر منفي، والpresent simple أو present perfect. will ناخد بقى معانا going to. طبعا going to من شكلها كده بتتكون من am is are going to plus infinitive. يبقى التركيبة am is are going to plus infinitive. there are a lot of clouds يعني في سحب كتيرة. it's going to rain هي هتمطر. طبعا هنا there are a lot of clouds يعني يوجد سحب، فطبعا هنا شيء مرئي او في تنبؤ، ولكن التنبؤ اللي قائم عندنا على دليل لان في موجود سحب، يبقى prediction with evidence يعني تنبؤ مصاحب لدليل. they have intention عندهم نية. they are going to buy a car ناويين يشتروا سيارة. يبقى they have intention or they have intentions عندهم نوايا. they are going to buy a car ناويين يشتروا ايه؟ سيارة. I am saving up يعني أنا بدخر أو بوفر. as I am going to buy a new car لأني هشتري سيارة جديدة. I am going to يبقى برضو هنا في saving up يعني intention نية، أو for example decision أو planning. watch out خلي بالك. a car is going to hit you خلي بالك في سيارة هتصطدم بيك. a car is going to hit you يبقى هنا شيء على وشك الحدوث. take care برضو معناها خلي بالك او احذر. the vase is on the edge of the table الفازة على حافة المنظرة. it's going to fall يعني ايه؟ هتقع. عندنا الرابط او القاعدة بتاعتنا going to بيكون قبلها am is are going to plus infinitive. معروف ان am بتيجي مع I و is بتيجي مع he او she او it، و are بتيجي مع they we you. are بتيجي مع they we you وبعدين going to وبعدين الانفينيتيف مصدر الفعل. وهنا going to معناها سوف. النيجاتيف النفي منها نفس الكلام. am is are am not is not aren't going to plus infinitive. طبعا going to بتستخدم للتعبير عن البريدكشن، ولكن البريدكشن بتاعنا with evidence. البريدكشن التنبؤ قائم على دليل. يعني ايه الدليل عندنا؟ بيقول لنا الدليل لابد ان يرى بالعين المجرده، ان يكون مرئي او مسموع.
ولا يعتمد على صفات الإنسان ومهاراته، ويوجد في المضارع ما يدل على الفعل. يعني الدليل اللي أنا بتكلم عنه لابد إن أنا شايفاه بعيني أو سمعاه بوداني، ومعناه أصلا كمان إن في حاجة موجودة بتدل عليه. يعني for example there are clouds، يوجد سحب، يبقى السحب دي أنا شايفاها، it's going to rain. For example مثلا عشان نفهمها أكتر، لو قال لي عادل is tired، عادل is tired، عادل تعبان، he will sleep، هينام. لكن هنا عادل looks tired، يبدو ان هو تعبان، he is going to sleep، يعني هينام. طبعا looks هنا يعني يبدو عليه، يبقى حاجة شايفاه بعنيني، لكن is tired صفة عادية. يبقى عندنا الصفات ليست دليل، ولكن الصفات ايه؟ الصفات الدائمة ليست دليل، ولكن الصفات المؤقتة. يعني مؤقتة يعني حاجة من شافة بالعين او مسموعة بالاذن. لاحظ انه يمكن استخدام think مع going to مع وجود دليل. يعني بقول لك for example there are clouds، يوجد سحب، I think it's going to rain، لان في دليل يبقى ممكن استخدم think اللي كنا بنستخدمها مع will، ولكن في دليل يبقى ممكن اقول ايه هنا مع think going to. الاستخدام الثاني plans الخطط، الانتنشنز النوايا، القرارات decisions. يبقى عندنا going to بتعبر عن prediction with evidence، البلانز، الانتنشنز، الديسيشنز. طب ايه الحاجات اللي ممكن لو جات لي في الجمله اعرف ان هي جوينج تو؟ جايدنج ووردز، يعني كلمات داله. لو شفت في الجمله كلمه انتند ينوي، او بلاند يخطط، او ديسايدد يقرر، او ميد ا ديسيشن يعني يتخذ قرار، او هاف انتنشنز يعني لديه نوايا، او هاف بلانز لديه خطط. الاستخدام الخامس عندنا things which are about to happen، يعني أشياء على وشك الحدوث. for example مثلا be careful، طبعا أشياء على وشك حدوث، وترى بالعين المجردة، برضو لابد أن يكون أي حاجة مرئية بالعين، خاصة watch out وهكذا. بعد كده عندنا present continuous، ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. ازاي المضارع المستمر اللي هو بيتكون من am is are زائد الفعل زائد ing هيعبر عندنا عن الفيوتشر، ده اللي هنشوفه. He has arranged everything، يعني هو رتب لكل شيء. He is spending the next summer holiday in Paris، يبقى في arrangement، في ترتيب، في حاجات انا عملتها، يبقى بستخدم المضارع المستمر للpresent continuous. He is traveling to Cairo tomorrow، he is traveling to Cairo، هيسافر القاهرة غدا. He has got this his tickets، يعني حصل على التذاكر. يبقى احنا عندنا هنا في arrangements عمله قبل السفر ان هو حجز التذاكر بتاعته، فطبعا في ترتيبات مستقبلية، ترتيبات future arrangements لحدث في المستقبل. Our school مدرستي is taking part in the sports competition next year. Our school مدرستي is taking part، يعني هتشارك in the sports competition في المسابقة الرياضية next year العام القادم. طبعا هنا في future arrangements يعني ترتيبات ان المدرسة هتشارك. طبعا بدل المدرسة هتشارك يبقى اكيد المدرسة عملت ايه؟ اكيد المدرسة استعدت لهذا الترتيب. طبعا المضارع المستمر عندنا اللي بيتكون من am is are plus verb plus ing، وام طبعا عارفين انها بتيجي مع اي، از مع هي وشي وات، ار مع ذي ويو، وي الفيرب، ولما نيجي ننفيها النيجاتيف بننفي بنوت، ام نوت، از نوت، اور ارنت، بلس فيرب بلس اي ان جي. طبعا هنا بنستخدم البريزنت كونتينوس في الفيوتشر ارينجمنتس، يعني في الترتيبات المستقبليه. فيوتشر ارينجمنتس بيقول لنا اي حدث سوف يتم في المستقبل تم الترتيب له مسبقا، وتم اتخاذ اجراءات فعليه لحدوثه كحجز التذاكر والحصول على الفيزا وخلافه، خاصه مع افعال الانتقال والحركه التي تستلزم ترتيبات. يبقى المضارع المستمر بيستخدم للايه؟ للفعل اللي فيه ترتيبات مستقبليه زي افعال الحلقه الانتقال والحركه. طب ايه الكلمات اللي ممكن اشوفها في الجمله واعرف ان ده present continuous زي افعال، زي افعال فيها ترتيبات؟ لما بنشوف الفعل arranged يعني رتب، made arrangements يعني عمل ترتيبات، prepared يعني جهز، baked his bag
يعني أعد حقيبته، or bagged his luggage يعني أعد الأمتعة بتاعته، booked a ticket حجز تذكرة، got a visa يعني حصل على الفيزا. Everything is okay كل شيء على ما يرام. كلمة okay أصلا نفسها بتدل إن كل شيء على ما يرام، فطبعا ده يعتبر future arrangements يعني ترتيبات مستقبلية. يبقى لما بنشوف كلمة arranged made arrangements prepared أعد baked booked a ticket bought a ticket and so on، طبعا ده نعرف إن هو future simple. It's commonly used with movements verb. طبعا ده شائع ما بيستخدم المضارع المستمر مع أفعال الحركة والانتقال. زي أفعال الحركة والانتقال travel, fly, meet, see, visit, drive, go, leave, visit, come, have or give a party, stay and so on. أكثر الأفعال استخداما مع المضارع المستمر travel, fly, meet, see, drive, leave and so on. غالبا ما يستخدم المضارع المستمر مع أفعال الانتقال والحركة التي تتطلب الترتيب مسبقا. آخر حاجة معانا بالنسبة للـ present simple المضارع البسيط اللي هو الفعل أو الفعل زائد، إزاي يستخدم للتعبير عن المستقبل، ده اللي هنتعرف عليه. The train leaves القطار هيغادر at 9 PM القطار هيغادر الساعة 9. The film starts at 12 as usual الفيلم هيبدأ الساعة 12 كالعادة. What time does your train arrive on Saturday؟ What time يعني ما الميعاد your train اللي القطار بتاعك بيصل فيه. زي ما احنا شايفين the train leaves القطار بيغادر أتمنى طبعا ده ميعاد ثابت أو ميعاد تبع الجدول بتاع القطارات أو مواعيد القطارات. الفيلم بيبدأ الساعة 12 طبعا ده مواعيد ثابتة للقنوات التلفزيونية. What time يبقى كل ما يتبع جدول زمني فهو مضارع بسيط، حتى لو في حاجات هتحدث في المستقبل بس الفاء ده في ترتيبات أو في سوري في جدول في fixed dates في ميعاد ثابت بنستخدم المضارع البسيط. يبقى المضارع البسيط بيعبر عن الفيكسد ديتس المواعيد الثابته، ممكن للطائرات ممكن للقطارات لدور السينما كل ما يتبع جدول. معروف ان المضارع البسيط عباره عن الفيرب او الفيرب بلس اس، طبعا الفيرب فقط بيجي مع اي ذي وي يو، والفيرب بلس اس بيجي مع هي وشي وات، وبتنافى بدونت وايه ودازنت. دونت بتيجي مع اي ذي وي يو، ودازنت بتيجي مع هي وشي وات. بالنسبة the use of the present simple استخدام المضارع البسيط عندنا قالنا with fixed timetables. with fixed timetables يعني المواعيد الثابتة، fixed يعني ثابت، المواعيد الثابتة لمين؟ للطائرات planes، للترينز القطارات، للفيلمز الفيلم، للplays المسرحيات، concerts الحفلات، exams الامتحانات. يبقى لنا تاني يستخدم المضارع البسيط بمعنى يشير للمستقبل مع المواعيد والجداول الثابتة مثل مواعيد الطائرات والقطارات والأفلام والمسرحيات والحفلات والامتحانات، أي كل ما يتبع جدول زمني. ناخد بالنا من حاجات النوتس اللي معانا دي مهمة جدا. Be creative يعني خليك مبدع ومبتكر. لو انت اتقنت الاشياء اللي هنقولها دي يبقى انت خلاص انتهيت من المستقبل بكل انواع. قال لنا لاحظ الفرق في الامثلة التالية. علي is a fast runner. علي is a fast runner. I think he will win the race. اعتقد ان هو هيفوز بالسباق. لو جينا نبص بقولنا تنبؤ وجهة نظر، لان الصفات الشخصية لا تعد دليل يؤخذ به. علي is a fast، طبعا هنا fast دي adjective صفة والصفات ليست دليل، عشان كده قلنا will. لكن لو قلنا علي is running fast، علي بيجري بسرعة، طبعا is running ده مضارع مستمر والمضارع المستمر بيعبر عن حدث يقع وقت الكلام، معنى كده اننا ايه ان حاجة مرئية بالعين او مسموعة. يبقى في دليل ولا ما فيش دليل؟ في دليل طبعا. يبقى نقول I think he is going to win the race، يبقى تنبؤ قائم على دليل، وأنا أرى الدليل الآن بأم عيني ألا وهو أن علي يجري بسرعة
وقاب قوسين أو أدنى من الفوز. يبقى المضارع المستمر أصلا بيعتبر عندي دليل لأي صفة. ليه؟ لأنه أصل المضارع المستمر بيعبر عن حدث يقع وقت الكلام. علي is a lazy student. I think he will fail. علي ده ولد بليد أو كسول. I think he will fail. أعتقد إن هو يرسب. طبعا دي من وجهة نظري بدون دليل. لكن أقول علي doesn't study at all. علي ما بذكرش على الإطلاق. I think he is going to fail the exam. علي لم يفتح كتابا طول. طبعا هنا is going to. قولنا دائما ما تكون الترتيبات مع أشخاص وليس مع أشياء. احنا قلنا الترتيبات المستقبلية تعتبر ايه؟ تعتبر مضارع مستمر. بس بقولنا الترتيبات دي تكون مع أشخاص وليس مع أشياء. For example لما أقول I am playing tennis at 9 o'clock tomorrow with my friend. هلعب تنس غدا مع صديقي. فطبعا أنا مرتب إن أنا ألعب مع صديق ليا. بعكس لما أقول I am watching TV at 9 o'clock. أنا مرتب إن أنا أشاهد التلفزيون. طبعا طب أنت مرتب مع مين؟ مش مع التلفزيون. طبعا ده خطأ. يبقى مفروض أقول I am going to watch TV at 9. ممكن هنا نعتبرها intention نية أو decision قرار. يبقى هنا قد تحل صيغة going to محل المضارع المستمر. والعكس صحيح كما يتضح في الأمثلة. ممكن الاثنين يحلوا محل بعض. ولكن الترتيبات مع يكون مع شخص وليس مع شيء. What are your plans for next Friday? What are your plans for next Friday? يعني خطط أو مخطط لإيه الأسبوع القادم؟ I am going to visit my relatives. أنا إيه ناوي أزور قرايبي. طبعا ممكن نية أو خطة. طب وممكن أقول إيه I am visiting my relatives على إن أنا مخطط ومرتب إن أنا أزور قرايبي أو بالاتصال بالتليفون. For example مرتب معهم ان انا هروح ازورهم. يبقى عندنا ممكن going to تحل محل present continuous ولكن تبع المعنى بتاع الجملة. قالينا نستخدم going to اذا وجدت دعوة لان الفاعل لديه النية لعمل شيء. يعني ايه الكلام ده؟ أقول I am going to make something. انا هعمل شيء. Would you like some؟ يبقى لما بشوف كلمة would بقول going to لان هنا تعتبر نية. We are going to make a journey. احنا هنقوم برحلة to Alexandria. Would you like to come? ممكن تيجي معانا. برضو هنا طبعا هنا دعوة بدعو. فطبعا الدعوة بنستخدم going to لان اصلا هو من قبل ايه بينوي انه يعمل الشيء. ناخد بالنا من السنتنس اللي معانا برضو. Gray phoned while you were out. Gray ده اتصل وانت بالخارج. Okay I will phone him. انا هرن عليه. طبعا ده قرار سريع. Gray phoned while you were out. Yes, I know. أنا عرفت. I'm going to phone him. أنا عرفت وهتصل عليه. طبعا ده مش هينفذ في الحال. Anne is in hospital. Anne موجودة في المستشفى. Oh really, I didn't know I will visit her. أنا معرفش هزورها. طبعا ده يعتبر قرار سريع. Anne is in hospital. Yes, I know. يعني أنا عارف. I'm going to visit her this evening. طبعا هنا ناوي يعمل الشيء going to لكن هينفذ او قرار هينفذه في الحال بيبقى will. عندنا الرابط او القاعدة بتاعتنا going to choose the correct answer. هنبدأ بسؤال choice على القاعدة. I space 25 next month او next Monday. هيبقى عندي 25 سنة. يبقى I am going to be ولا I will be ولا am being ولا be. طبعا I will be. ليه قلنا will be؟ لأنها fact. Number 2. I think my cousin is space engineering. أعتقد أن ابن عمي بيدرس. طبعا not sure أو أنا مش متأكدة. فطبعا هنا prediction with no without evidence أو عشان كلمة think. I my cousin will study. Is best tennis after school today. طبعا هنا after school today. Are you playing ولا do you play ولا shall you play ولا do you go to play. طبعا are you playing يعني انت هتلعب تنس بعد المدرسة. طبعا يعني معنى كده ان في arrangements في ترتيبات. My German lesson الدرس الجيرمان الألماني بتاعي at 4 o'clock this afternoon. هيبدأ طبعا دي أي
الحصص الدراسية fixed dates يعني مواعيد ثابتة، فطبعا هيبقى مضارع بسيط present simple، يبقى my German lesson starts. The launch of the satellite طبعا انطلاق القمر الصناعي space at 7:50 tomorrow، طبعا ده مواعيد ثابتة، يبقى ايه؟ يبقى present simple. ال present simple عندنا هنا مين؟ is، اللي هو verb to be is. is at يعني انطلاق القمر هيكون الساعة 8 إلا 10، يبقى is at 7:50 tomorrow. We space probably be there for 2 weeks. We space طبعا we will، لأن will probably من الكلمات اللي بتدل على الفيوتشر بويل، يبقى number one will. number two I cannot talk at the moment، عندما يوجد شيء يمنعك من القيام بشيء آخر فبنستخدم ال present continuous، يبقى I can't talk at the moment I am doing my homework، معرفش أكلمك الآن I am doing my homework. My plane space at 10 طبعا leaves لأن دي مواعيد ثابتة، my plane space leaves at 10 o'clock tomorrow. I am studying medicine I space a doctor، أنا بدرس الميديسن، طبعا هنا دليل أهو I am going to be a doctor I am going to be a doctor. She space probably طبعا لسه قايلينها she will طبعا probably يبقى will. The wind is getting stronger الرياح is getting stronger يعني أصبحت قوية. There is going to be a thunderstorm طبعا is going to لأن في دليل evidence أو prediction with evidence. That's the phone ده التليفون I space answer it I will answer طبعا ده التليفون برن I will answer طبعا ده quick decision. We space work soon some equipment has already arrived on the site طبعا هنبدأ حالا يبقى المعدات وصلت يبقى we are starting soon هنبدأ حالا طبعا هنا في future arrangements يعني ترتيبات اتعملت we are starting work soon. You have to hurry your lesson starts in half an hour طبعا يجب ان انت تسرع لان الدرس هيبدأ في خلال ساعة طبعا دي fixed date لان المواعيد بتاع الحصص الدراسية بتبقى في التايم تيبل وقلنا كل ما يتبع جدول زمني فبيبقى ايه present simple. قالينا نستخدم going to اذا وجدت دعوة لان الفاعل لديه النية لعمل شيء يعني ايه الكلام ده أمول I am going to make something انا هعمل شيء would you like some يبقى طبعا ما ننساش كلنا نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لو ما كناش مشتركين في القناة عشان يوصلنا كل الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله.